السلام عليكم، مرحبا متتبعي قناة الحميدي. إذا بعد ما كنا عطينا التوقع ديالنا حول مادة اللغة العربية، اليوم إن شاء الله غادي نعطي توقع حول الامتحان الوطني لمادة الاجتماعيات. لكن الإخوان، قبل ما ندوز للتوقع بغيت نعطيكم أي واحد النصيحة. ركزوا الإخوان على بزاف على الدروس ديال الدورة الأولى. راكم شفتوا في الفيديو اللي حطيت التوقعات ديال هيئة التخطيط التربوي حول الامتحانات، إذا هذا مؤشر قوي وقوي بزاف. إذا فغادي ندوز مباشرة إلى الامتحانات الوطنية طبعا اللي تعطات، لأن مايمكنش نعطي التوقع ديالي انطلاقا يعني من شي حاجة ما كايناش، وإنما بناء على واحد مجموعة من الامتحانات، وفي الاخر ان شاء الله غادي نعطي التوقع. اذا مسلك الاداب، المعامل 3، مده الانجاز 3 ديال السوايع. اذا التوقع طبعا حول المقالي، واش في الدوره العاديه ولا في الدوره هذه مساله عاديه، واش ما يقولكش لا راه يعني دابا ما كاين شي واحد دابا كيتسنى ان نعطي التوقع، نعطيه الدرس تحديدا. سير ركز على درس الحرب العالميه هي اللي غيعطوك في التاريخ، وسير ركز على درس في الجغرافيا. لا اسمحوا لي، التوقع فقط يعني كيبقى توقع يعني بشكل عام، وفي الجغرافيا ما يمكنش نتوقعوا من غير واش المقال اللي غيحطوا لنا في التاريخ او اللي غيحطوا لنا في الجغرافيا، هادشي اللي كاين في الاجتماعيات. اذا شوفوا معايا، هنا عندنا السنوات وهنا عندنا الدورة العادية وعندنا الدورة الاستدراكية. إذا من 2010 حتى 2019، شوفوا الطريقة كيفاش كيعتمدوا على يعني المقالي، واش في التاريخ ولا في الجغرافيا في الدورة العادية. إذا التاريخ الجغرافيا، تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا. إذا كيمشيو بهذا الترتيب ديال تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا، تاريخ الجغرافيا. هذا ما يخص مسلك ديال الآداب. غندوز دابا الى مسلك العلوم الانسانيه، للمعامل ديالهم هو 4، والمده ديال الانجاز 3 ديال السوايع. اذا عندنا السنه والدوره العاديه والدوره الاستدراكيه. اذا شوفوا معايا في الدوره العاديه، تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا، تاريخ جغرافيا. الدوره الاستدراكيه جغرافيا، تاريخ جغرافيا. الى عطاكم التاريخ في الدوره المقالي في التاريخ في الدوره العاديه، في الدوره الاستدراكيه كيعطيو العكس ديالو، كيعطوه في الجغرافيا. اذا غنعطيكم دابا ك يعني توقع ولك استنتاج بصفه عامه. اذا انطلاقا من هذه المعطيات، اتوقع باش انهم ما غاديش يخرجوا لنا على هذا الترتيب. اذا بالنسبه لمسلك الاداب، المقالي غادي يكون في التاريخ في الدوره العاديه، اما بالنسبه للدوره الاستدراكيه فغادي يكون المقالي في ماده الجغرافيا. هذا فيما يخص يعني المسلك ديال الاداب. اما بالنسبه للمسلك ديال العلوم الانسانيه فنفس الشيء كما شفتوا معايا في المعطيات، المقالي بالنسبه للتاريخ في الدوره العاديه، والدوره الاستدراكيه غادي يكون فيه غادي يكون المقالي في الجغرافيا. اذا الى اللقاء، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.